تكون عندي الرخصة باش نكون في بنوك الاحتياط باش نساعد المدرب سي رشيد طوسي. انتصار فشتو انتصار ما كان سهل، وعرفنا بمباراة ما تكون سهلة، خاصة أننا لعبنا مباراة مع قصب التادلة ومشينا الأشواط الإضافية باش نرجعوا اللاعبين. اللياقة البدنية ديالو كانت صعيبة خاصة في اللعب، الملعب هو اللي سانتيتيك، واليوم عرفنا أن فريق رجاء بني ملا فريق قوي، فريق اللي تحت الرتبة الثالثة في بطولة القسم الوطني الثاني، يعني كنا منهزمين 3-1. فاللي عجبني اليوم هو اللاعبين ما نزلوش يديهم ورجعوا في المباراة وحققنا هدف ديال التعادل اللي جا في الدقائق الاخيره. مشينا الاشواط الاضافيه، جاوا ضربات الترجيح اللي عطاونا التاهل، فهنئ الفريق ديالنا، خاصه انه تابعنا مباراه ديال الاهلي الاسبوع المقبل باش تبقى معنويات ديال اللاعبين المرتفعه باش نمشيو ان شاء الله نحقوا واحد انتصار في مصر ان شاء الله. واش دير بهذا المستوى؟ علاش مال هذا المستوى ما عجبكش؟ لا اسمح لي، مباراه ديال الكاس تختلف على البطوله، ما عمرك تقول مستوى، لانه كل يوم لعبنا حنا مباراه ديال البطوله مع قسم وطني الاول غادي تكون مباراه اخرى. شتي مع قسم التادله ما درناش، فريق قسم التادله ضرب مستوى كبير، لانه مباراه ديال كاس العرش تتعطي مفاجات، وتيكون ان اللاعبين تيكونوا متعطشين باش يديروا مباراه كبيره تتكون منقوله. نظن انه فريق ديالنا حنا راضين عليه، خاصه انه في لا ريكيبيراسيون دبال في يعني في ضياع الكره ما بقيناش نضيعوا كرات كثيره، فحنا راضين على الفريق ديالنا وتنهنئوا الفريق ديالنا. ديربي شوف خلوا الديربي. احنا اللي عندنا البرمجه اللي عندنا هي المنافسات ديال عصبه الابطال، المباراه ديال الاسبوع المقبل ضد الاهلي هي اللي تنفكروا فيها، ونهار تجي المباراه ديال الديربي راه غادي ان شاء الله نستعد. شكرا.